حمدا لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، عزيزي الطالب، بعد أن وقفنا بك على الركنين الأوليين من أركان الإيمان، وهي الإيمان، وهما الإيمان بالله الواحد القهار والإيمان بالملائكة، أقف بك الآن على هذا الركن المقرر عليك من أركان الإيمان، وهو الركن الثالث، الإيمان بالكتب. ذلك أن هذا العنصر من عناصر الإيمان، نريد أن نحاورك معه على نقاط عدة. في مقدمتها، أقف بك عزيزي الطالب على معنى الكتب، وثانيا أقف بك على أهمية الإيمان بالكتب، وثالثا على معنى الإيمان بالكتب، ورابعا أقف بك على ما يتضمنه الإيمان بالكتب من معاني ينبغي أن يعيها المؤمن وأن يؤمن بها، أخيرا أقف بك على بعض ثمرات الإيمان بالكتب. وإلى العنصر الأول أقول: معنى الإيمان بالكتب، الكتب جمع، مفردها كتاب، وبمعنى المكتوب، والمراد بها هنا الكتب والصحف التي حوت كلام الله عز وجل الذي أوحاه إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة أو أنزله عن طريق الملك المشافهة، فكتب بعد ذلك ما به من معان كسائر الكتب، رحمة للخلق وهداية لهم ليصلوا بها إلى سعادتهم في الدارين. وأعظم الكتب على الإطلاق هو القرآن الكريم. فما معنى القرآن؟ القرآن هو اسم لكلام الله تعالى منزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهو اسم لكتاب الله خاصة، ولا يسمى به شيء غيره من سائر الكتب. فلا يصلح لمؤلف أن أقول إنه أنزل كتابا أو القرآن، لا يصلح أن أقول فلان ألف قرآنا، هذا كذب بواح، بل خطأ صريح قد يخرج بصاحبه عن دائرة الإيمان. فالكلام المنسوب إلى الله يسمى القرآن، ويضاف الكلام إلى الله تعالى إضافة حقيقية من باب إضافة الكلام إلى قائله، وقد شرحنا ذلك في موضوع التكلم، وقد شرحناه في بعض دروس هذه الوحدات. أما عن أهمية الإيمان بالكتب فإنها أهمية قصوى. الإيمان بالكتب أصل من أصول العقيدة وركن من أركان الإيمان، إذ لا يكمن الإيمان إلا بأن يؤمن العبد بالكتب التي أنزلها الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والمرسلين كالتوراة والإنجيل والزبور. ولقد أثنى الله عز وجل على الرسل الذين يبلغون عن الله رسالاته، فقال تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. كذلك من أنكر شيئا مما أنزل الله عز وجل على أنبيائه ورسله فهو كافر، كما قال تبارك وتعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والضلال هنا هو الكفر، أي من كفر، من ضل، من ابتعد عن الله بأن أنكر الكتب والرسل أو أنكر الملائكة، فقد ضل بإيمانه وأصبح كافرا. كذلك ينطلق بنا مسار الدرس على معنى الإيمان بالكتب. ما المقصود بالكتب؟ كيف يكون الإيمان بالكتب؟ إن الإيمان بالكتب معناه التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من عند الله عز وجل على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدي المستبين، وأنها كلام الله عز وجل لا كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي شاء، فمنها المسموع ومنها من وراء حجاب بدون واسطة، ومنها ما يسمعه الرسول الملكي ويأمره بتبليغه إلى الرسول البشري، ومنها ما خطه بيده عز وجل، ومنها ما خطه بيده تبارك وتعالى كما قال: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها
سأريكم دار الفاسقين. الله هو الذي كتب بنفسه، فهنا أضاف الكتابة إلى ذاته كتابة إضافة تشريف. نعم، إن الإيمان الحقيقي بالكتب أن تؤمن بكل أنواعها وبكل طرقها وبكل أسبابها. إن الإيمان بالكتب يتضمن أمورا عديدة قد وعدنا بها فيما بدأنا من درس. إن هذا العنصر هو ما يتضمنه الإيمان بالكتب. كيف تكون مؤمنا إيمانا صحيحا بالكتب؟ لا يتحقق الإيمان بالكتب إلا إذا آمنت بهذه الأشياء. أولا، أن تصدق تصديقا جازما بأنها كلها منزلة من عند الله، وأنها كلام الله تبارك وتعالى لا كلام غيره، وأن الله تكلم بها على الحقيقة لا على الجواز، لا على الجزم بأنها من كلام جبريل كما يدعي البعض والعياذ بالله. إن الله تكلم بها حقيقة لا مجازا، كما جاء وعلى الوجه الذي أراد سبحانه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. الله هو الذي أنزل وهو الذي تكلم، وما دام الله قد أخبرنا بأنه هو الذي أنزل وأنزل الفرقان وبين أن الذي يكفر بالفرقان كافر بالله، ألا فلتعتقد أيها العبد المؤمن. كذلك مما ينبغي عليك أن تؤمنه، أن تؤمن بما أعلمنا الله عز وجل اسمه منها. فقد سمى الله منها القرآن أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، والتوراة أنزله على موسى، والإنجيل أنزله على عيسى، والزبور أوتيه داود عليه السلام. أما ما لم نعلم اسمه منه فعلينا أن نؤمن به إجمالا. مما يتضمنه الإيمان بالكتب كذلك التصديق بما صح من أخبارها، كأخبار القرآن وأخبار ما لم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. الرابع، أن تعمل بأحكام ما لم ينسخ منها، وأن تسلم وأن ترضى به إيمانا جازما وتسليما مطلقا. فقد حكم الله عز وجل على هذه الأحكام وأنزلها في كتبه، وعلينا أن نؤمن بها كما أخبرنا الله بها. وجميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم. أيضا يقول تبارك وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي القرآن، أنزله القرآن، أنزل الله عز وجل القرآن بالحق. ما لهذا الإنزال؟ جاءت العلة، لما مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فالقرآن أنبأنا بما جاء في الكتب السابقة وهو الحاكم عليها والمهيمن عليها، أي حاكما. وعلى هذا فلا يجوز العمل بأي حكم من أحكام الكتب السابقة ما دام القرآن بين أيدينا. كذلك مما يتضمنه الإيمان بالكتب الإيمان بأنها دعت كلها إلى عبادة الله وحده، وقد جاءت بالخير والهدى والنور والضياء. قال تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، أي لا يجوز لأحد من خلق الله أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. كيف يعقل أن يكون الأمر كذلك؟ نعم، عليك أن تؤمن بما دعت إليه، ولقد دعت هذه الكتب إلى التوحيد، فعليك أن تؤمن بالتوحيد. سادسا، مما يتضمنه الإيمان بالكتب الإيمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعضا، فلا يتناقض بعضها مع بعض ولا يتعارض بعضها مع بعض. لماذا؟ لأنها من لدن الحكيم الخبير. قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال في حق الإنجيل وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة. فالإنجيل الحقيقي مصدق للتوراة الحقيقية، والقرآن مصدق للإنجيل والتوراة الحقيقيان، وهكذا. السابع، نؤمن أن القرآن الكريم قد تكفل الله برعايته
عن عبث العابثين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين. لقد أنزل الله القرآن وحفظه، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ألا فاعتقد أيها المؤمن بأن كتاب الله عز وجل محفوظ من التحريف والتبديل، وحاشاه أن يكون كذلك، وهو المهيمن على سائر الكتب. كذلك مما يتضمنه الإيمان بالكتب، الكتب التي اشتملت، أن تؤمن بأن الكتب قد اشتملت على الإيمان بالغيب، وكذلك قد اشتملت على مسائل العقيدة كالإيمان بالرسل والبعث والنشور والإيمان باليوم الآخر. فمسائل العقيدة كلها قد أخذناها من القرآن وأخذناها من الكتب السابقة التي لم تحرف ولم تبدل. كذلك مما يتضمنه الإيمان بالكتب أنك تعتقد أن هذه الكتب تختلف فيما بينها في الشرائع، يعني ما نزل على موسى غير ما نزل على محمد، وما نزل على عيسى يختلف عما نزل على موسى، وهكذا. وقد اشتملت هذه الكتب كلها على تلك الشرائع، فعليك أيها المؤمن أن تؤمن بها كما هي. وأخيرا نختم بأن ما يتضمنه الإيمان بالكتب أن تؤمن بأن التحريف والتبديل قد حدث فعلا في الكتب المتقدمة على القرآن، لأن الله قد أكد ذلك في كتاب ربنا القرآن، أكد على أن بني إسرائيل اليهود والنصارى قد حرفوا وبدلوا، وقد شهد الله عز وجل بالتحريف، فعليك أن تؤمن بذلك. وأبان القرآن الكريم في مواضع عديدة حيث بين أن الله بين الحق تبارك وتعالى وهو يخبرنا عن هؤلاء أنهم حرفوا وبدلوا. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الله هنا أكد أنهم حرفوا وبدلوا وكتبوا الكتاب بأيديهم وادعوا أنه من عند الله. كذلك ما يتضمنه الإيمان بالكتب أن تؤمن، عليك أن تعتقد بتلك الثمرات. إن للإيمان بالكتب ثمرات، وهذه الكتب التي أنزلها الله عز وجل تحمل ثمرات لك أيها المؤمن في حياتك، وقد أكد الله أن الإيمان بالكتب لا يتم إلا بها، أي تعتقد بأن لهذه الكتب ثمرات. من هذه الثمرات العلم بعناية الله تعالى بعباده، حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم إليه ويهديهم به. أيضا العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. كما أن من ثمرات الإيمان عليك أن تشكر الله على لطفه بخلقه وعنايته بهم، حيث أنزل عليهم الكتب التي تتضمن إرشادهم لما فيه خير البلاد والعباد في الدنيا والآخرة. كذلك عليك أن تعتقد وأن تؤمن بأن من ثمرات الإيمان إثبات صفة الكلام لله، فالله هو الذي تكلم، وأن كلامه لا يشبه كلام المخلوقين، وقد أعجز المخلوقين عن الإتيان بمثل كتابه. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. عجز الخلق، وهو باب الإعجاز في القرآن. أيضا إن الإيمان يتضمن الإيمان بالثمرات، ومنها التحرر من زبالات أفكار البشر بهدي السماء. أيضا السير على طريق مستقيمة واضحة لا اضطراب فيها ولا اعوجاج ما دام العباد على كتاب الله سائرون. أيضا من ثمرات الإيمان بالكتب الفرح بذلك الخير العظيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيضا من ثمرات الإيمان بالكتب التحرر من التخبط الفكري والعقدي الذي سقطت فيه الأمة المسلمة، بل إن من أهم ما يدمر الأمم أن تعيث في الأرض وأن تتخبط فكريا وعقديا. أخيرا من ثمرات الإيمان بالكتب ظهور حكمة الله تعالى. لقد شرع الله عز وجل في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبها، وكان خاتم الكتب القرآن العظيم، وهو مناسب لجميع الخلق في كل عصر ومصر إلى قيام الساعة.
ألا فليعتقد كل مسلم بأن الإيمان بالكتب عليك أن تعتقد بثمراتها، وهو ما يؤكد الإيمان بأركان الإيمان.